السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كليرين لاباس، كنتمنى تكونوا بخير وهذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. والمهمة البنات، اليوم غنشارك معكم عصافير الجنة، غادي نصيبهم. رمضان قرب، غنحتاج 400 غرام تاع الدقيق، كاس تاع زنجلان حمرته وطحنته مزيان. هاد الطريقة نوعا ما مختلفة. غنحتاج المعلقة صغيرة تاع القرفة، معلقه تاع خماره، ودرت معها شويه قبصه تاع الملح، وجوج معالق تاع الزبده مذوبه، وعندي ثلاثه المعالق تاع ماء ورد. وهنايا حبه حلاوه حطيتها في الماء الطايب حتى تلقات هذاك اللوين، وصفيتها باش غادي نعجن. وغادي نضيف حتى الماء سخون باش نكمل العجينه تاعتي. المهم هادو هما المكونات بساط، وغادي نصايبهم على شكل الورقه، فكيجيو هاد عصافير الجنه منكهين بحال كتاكلي في الشباكيه الصراحه، يعني لحقاش فيها الاغلبيه تاع المكونات تاع الشباكيه، فكتجي رائعه 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 زوينه، ماشي بحال عصافير الجنه اللي متعودين تنديروهم بالعجين تاع المسمن او التريد. فهذه غنصايبها على شكل الورقه كما تنصايب الورقه تاع البسطيله او تاع البريوات، فكتجي منكهه العجين تيجي فيه الرائحه تاع الشباكيه. مهم تابعوا معايا، غادي نجمع المكونات كاملين وغادي نخلط بالطراب اليدوي، ومن بعد غادي نحط هذا العجين هذا في مولينكس. غندور عليه مولينكس باش يتطحن مزيان، ما تبقاش ليا فيه حتى حاجه، يعني دوك الحبيبات الرقاق ولا شي حاجه، بغيت العجين يكون مطحون مزيان. وغادي نتلاقاو من بعد. كيف ما تشوفوا القوام تاع العجينه كيكون شويه ثقل من تاع بغرير. دابا غادي نحطها في مولينكس وغادي ندور عليها مزيان. صافي، وهذا هو القوام تاعو تاع العجينه. عفوا، هنا غناخذ هذا الاسفنجة هذه باش غادي نبدا نصايب على شكل الورقه. غتاخذوا مقله تكون ما كتلصقش. صافي، وغديروا كيف ما كتصايبوا الورقه تاعكم. المهم راه كتجي رقيقه، كتجي زوينه الصراحه، غير تبعوا هاد الطريقه هادي ما غاديش تندموا، اكيد غادي تعجبكم.
وهنايا من بعد ما ساليت الكميه اللي عندي كامله كتجي على هذا الشكل. اللون تاعها راه كيجي فيها اللون تاع زنجلان بحال شباكيه، وبطبيعه الحال ما بين الورقه والورقه كندهن بالزبده باش ما تلصقش. كيف ما تتشوفوا راها رقيقه. دابا غادي نبدا نلويهم على شكل رولو. هذه خديت القليل من العجين باش درت هاد الورقه، هذه خليته باش نسد به الجناب باش ما تفكش ليا ملي نكون كنقلي فيها. كيف ما شفتوا تجي على هاد الشكل هذا. كندير سنتيم وكنطوي. صافي، وهاد الجناب هادو كنسدهم بهاد العجين هذا كيف ما قلت لكم باش ما تفكش في القليان. غنبقى غادي على هاد الشكل هذا حتى تنسالي الكميه اللي عندي، ونتلاقاو باش نوريكم التقطاع كي درت ليها في التقطاع. كتجيبي الجرار، المهم الجرار تاع الشباكيه، وكتقطعي كديري سنتيم وكتقطعي على هذا الشكل هذا باش كيجيو فيهم دوك الشنيفات من الجناب كيعطيو منظر زوين. وكتقطعي بشكل مائل وصافي. غادي نسالي انا هذه الكميه اللي عندي. مهم درت هنايا المقلاه ودرت فيها الزيت، وما تجهدوش عليها باش ما تحرقش، خاصها تطيب على نار مهيله. غادي نقابلها انا حتى تطيب، وغادي نطفيها في العسل كيف ما تشوفوا. هذا هو العسل اللي صايبت معكم البارح. مهم راه كيجي زوين الصراحه. ومن بعد غادي نحطها في الصفايه حتى تتصفى من العسل، وغادي ندير عليها زنجلان. وهذو هما العصافير تاع الجنه اللي يعني ساهلين باش توجديهم في المذاق، كيجيو لذاذ بحال اللي كتاكلي في الشباكيه، لحقاش كتكون فيهم النكهه تاع الشباكيه. كنتمنى تجربوهم لحقاش كيجيو مقرمشين وفي المذاق يعني شي حاجه اللي رائعه. غادي نكمل هادشي اللي بقى ليا، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي كيفاش كيجيو. كنقول لكم الى عجبكم لا فيديو ما تنساونيش لايك، فعلوا الجرس، وبارطاجيو بارطاجيو البنات بارطاجيو. راه القناه باقا ما تحركاتش. كنقول لكم بارطاجيو من فضلكم، وفي فيديو ماجي ان شاء الله. باي باي.